الاكزرسيس نيميرو ان بيقول لي مي لي فيرب او فيتور بروش. يبقى انا دلوقتي مطلوب مني ان انا ده دايركت كويشن، ده بيقول لي على طول حطي الفيربات اللي موجوده بين براكت دي هحطهم فين؟ في الفيتور بروش. طيب انا دلوقتي الفيربات اللي بتجيلي بين براكت المفروض ان هي اصلا في الروت فيرب في الانفينيتيف فورم، يعني في المصدر، تمام؟ دول اساسا فين؟ في المصدر. طيب انا المفروض هعمل ايه؟ اول ستيب بالنسبه لي هقول جو، الجو ديت مع فيرب عليه بتاخد ايه؟ ها يا ترى بتاخد ايه؟ يلا مع بعض، تاخد في. برافو علينا. طيب في هحط الفيرب ده زي ما هو لان ده اصلا موجود عندي في الانفينيتيف فورم، هقول جو في فينير، هقول جو في ايه؟ جو في فينير. طيب نيميرو 2 تو، تو مع فيرب عليه بتاخد ايه؟ يلا نسمع مع بعض، في فا فا الون علي فون، جو في تو فا ال ال فا نوز الون فوز علي ال ال فون. طيب تو دي هتاخد ايه؟ شاطرين برافو علينا، هتاخد فا. تو فا وهنزل اتر ده زي ما هو لان هو اوريدي موجود في الانفينيتيف فورم. طيب نيميرو 3 ال، يلا بينا، ال فا. برافو علينا، ال فا جوي او بالون. برافو علينا. ال فيرب عليه، ال مع فيرب عليه بياخد فا. طب هنزل عليه ده يا مدام؟ اه هنزله زي ما هو، نزلته زي ما هو عشان ده شكل الانفينيتيف فورم بتاعه. طيب ازاي برضو الفيتشر ممكن يجي لي في شكل اكزرسيس زي ده، زي اللي قدامنا ده؟ ده شوازي جو في. طيب انا المفروض اختار واحده من دول، هل هختار علي ولا فا ولا في؟ علي قال انا المفروض اتفقت معاكم ان فيرب الفيتشر بروش دوت بيجي لي في الاول فيرب عليه في البريزون بلس انفينيتيف فورم. يا ترى ان واحد فيهم دول شكل الانفينيتيف فورم؟ هل عليه ولا فا ولا في؟ شاطرين برافو علينا، فيرب عليه ده شكل الانفينيتيف فورم. طيب تو فا نفس الكلام، فينير ولا فيني ولا فيني بالتي؟ لا احنا شاطرين وعارفين ان فيرب الشكل بتاعي الاندنج اوف ذا فيرب المفروض يكون يا اما او ار يا اما اي ار يا اما او اي ار يا اما ار او. شاطرين برافو، اهو فيرب فينير. طيب ال، طب انا هنا بقى ايه استخدمت فيرب عليه نفسه اللي هو المفروض يكون في البريزون، ال فا ولا فا ولا في؟ وجاي لي بص جاي لي فيرب اهو اتر، يعني هو جايب لي فيرب اتر اللي هو في الانفينيتيف فورم، المفروض ان انا استخدم فيرب من دول اللي هو فيرب عليه في البريزون. طب يا ترى ها فيرب عليه مع ال هتاخد ايه؟ فا ولا فا بالاس ولا في؟ برافو علينا، انا سامعاكم من عندي هنا اهو، فا من غير اس. جو في ريجارد ولا ريجاردي ولا ريجارد بالاس؟ تمام، ولا ريجارد من غير اس؟ لا تيلي، جو في ريجاردي. برافو علينا، الاندنج بتاعت الفيرب دلوقتي في الانفينيتيف فورم هي الاو ار. تمام، يبقى احنا كده عرفنا. تاني هنراجع مع بعض بسرعه اللي احنا بنعمل الفيتشر بروش ازاي. بنعمل الفيتشر بروش باستخدام فيرب عليه، فيرب عليه او بريزون، في فا فا الون عليه فون بلس فيرب على الانفينيتيف. القاعده بتاعتي تاني بتقول lorsque deux verbes qui se suivent le deuxième verbe va être à l'infinitif. When I have two verbs in the sentence the second verb will be in the infinitive form. طيب ايه هي اشكال الانفينيتيف فورم او الروت فيرب عندي؟ الاربع اشكال دول فيرب الاندنج بتاعه لازم يكون واحده من الاربعه دول عشان يكون انفينيتيف فورم، يا اما هيكون او ار زي مجموعه الفيربات regarder jouer manger parler. Verb ending of the verb بيكون IR أو ER زي finir choisir. Verb ending بتاعه RE زي faire و prendre. Verb ending بتاعه OER زي voir و avoir. احنا كده خلصنا الشرح بتاع الفيتشر بروش. انا عيدته تاني لان انا لقيت في ناس عندها weakness point في الكويز. و bon chance. Bye.